أهلا بيكم الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم. هندرس إن شاء الله مع بعض الدرس الرابع تابع الوحدة الثانية المفهوم الرابع الثاني الطاقة والحركة. هندرس إن شاء الله نشاط 10 ونشاط 11 إن شاء الله تعالى. تابعوني على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي. طبعا نشاط 10 ده للاطلاع فقط، يعني للاطلاع يعني للقراءة فقط. تحول الطاقة في المحركات، طبعا يعني عندي هنا دي سيارة فيها محرك يعني موتور يعني تمام، بقت تتحول فيها طاقة الوضع إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة حركة. طب تحتاج السيارات والشاحنات إلى البنزين، طبعا البنزين ده بيكون في طاقة إيه؟ طاقة وضع عشان تتحرك. طبعا الحركة اللي هي طاقة إيه؟ الحركة. أي صورة من صور الطاقة تنتج عن تحويل طاقة الوضع الموجودة في البنزين داخل السيارة طبعا بتنتج طاقة ايه؟ طاقة الحركة. بنزين اللي هي طاقة وضع كيميائية، يحتوي البنزين على طاقة كيميائية مختزنة اسمها طاقة وضع كيميائية. يبقى اذا البنزين موجود فيه او بيحتوي على طاقة كيميائية مختزنة تسمى طاقة وضع ايه؟ كيميائية. المحرك طبعا ده بيؤدي الى طاقة ايه او بيعمل على طاقة حركة. بتمتلك السيارة محركا اللي هو محرك احتراق داخلي اللي هو دوت اللي هو الموتور، يعني بيقوم بحرق البنزين حرقا امنا، يعني بمجرد من البنزين بيدخل على الموتور الموتور نفسه او المحرك بيعمل ايه؟ بيحرق البنزين فيتحول الطاقة الكيميائية اللي موجودة في البنزين الى طاقة حركة. يبقى الطاقة الكيميائية اللي مختزنة في البنزين تتحول إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة حركة. ليه؟ لتشغيل طبعا العديد من الأشياء اللي موجودة في السيارة وخاصة إيه؟ وخاصة المحرك. طيب السيارة اللي هي طاقة إيه؟ طاقة حركة. تمتلك السيارة المتحركة طاقة حركية، يعني السيارة دي وهي ماشية طبعا بتمتلك طاقة حركية بتصدر صوتا اللي هي طبعا بتتحول طاقة الحركة إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة صوتية. وينبعث منها حرارة. احنا لو احنا حطينا ايدنا هنا في المنطقة دي كده على السيارة هنلاقي ان السيارة مالها؟ السيارة سخنة. يعني ايه؟ يعني فيها يعني ينبعث منها حرارة اللي هي طاقة ايه؟ طاقة حرارية. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة لايه؟ لاخرى. يبقى الطاقة لا تفنى يعني لا تنتهي ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة لإيه؟ لأخرى. طاقة الوضع الكيميائية هي نفس الطاقة اللي بيستمدها جسمك من طعامك. يعني إيه؟ يعني أنت الأكل اللي أنت بتاكله دوت بيتحول في جسمك إلى طاقة كيميائية، إلى طاقة إيه؟ كيميائية. تمام؟ للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. يبقى إذا طاقة الوضع الكيميائية هي نفس الطاقة اللي بيستمدها جسمك من طعامك. يبقى الجسم بتاعك بيستفيد من طعامك بطاقة كيميائية. طبعا هذه الطاقة بتعمل ايه؟ بتتحول الى الى جميع اجزاء الجسم للقيام بالانشطة ايه؟ اليومية. قيم كعالم نشاط رقم 11. نركز في النشاط ده، نشاط بسيط وظريف خالص ماشي، اداة لحياة ايه؟ اسهل. لاحظ تدفق الطاقة في المثال التالي. يعني ايه تدفق طاقة؟ يعني طاقة بتتحول من طاقة إلى صورة أخرى، من صورة إلى صورة، من صورة إلى صورة، وهكذا. إيه هي الأداة؟ طبعا الروبوت اللي هو الإنسان الآلي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طب الوظيفة؟ طبعا هو عايز يعمل إيه؟ عايز يفتح غطاء زجاجة يصعب فتح هذا الغطاء، احنا مش قادرين نفتح الغطاء ده. طيب مصدر الطاقة اللي بيستمد الروبوت طاقته منين؟ طبعا الروبوت جواه في بطاريات بيستمد طاقته من هذه البطاريات اللي هو جواه. طيب بتعمل ايه الطاقة دي؟ بتتحول طاقة البطارية اللي هي الكيميائية. طبعا احنا عارفين ان انت لو جبت الحجر البطارية او البطارية نفسها اللي موجودة في العربية او في السيارة او في الموتوسيكل تمام، هنلاقي ايه؟ هنلاقي في بطارية. هذه البطارية دي مكونة من مواد كيميائية، المواد الكيميائية دي بتتفاعل مع بعض بتنتج لي حاجة اسمها طاقة ايه؟ طاقة كهربائية. تمام كده؟ طيب بيتحول يد الروبوت، بتحول اليد الروبوت الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. يعني البطارية اللي موجودة هنا اهوت بتتفاعل المواد الكيميائية اللي موجودة في البطارية، بعد كده بتتحول الطاقة الكهربية
او الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه، والطاقه الكهربيه تتحول الى طاقه حركيه بتحرك ايد مين؟ بتحرك ايد الروبوت. اي تتحول الطاقه الكهربيه الى طاقه ميكانيكيه، يبقى الحركه دي اسمها طاقه ميكانيكيه. واحنا بنقول ان الطاقه الميكانيكيه ديت بتتحول عندما يحرك الروبوت يديه من اجل فتح غطاء الزجاجه. انظر الى تدفق الطاقه في المثال التالي ثم اكمل. الاداء سعه حائط، دي سعه ايه ديت؟ سعه حائط. الوظيفه وظيفتها ان احنا بنقيس بيها الوقت. طب مصدر الطاقه؟ طبعا مصدر الطاقه البطاريه اللي هو الحجر اللي موجود فيها. تتحول الطاقه نقط في البطاريه الى طاقه كيميائيه. هنا هو المفروض نكتب طاقه كيميائيه، نكتب طاقه ايه؟ كيميائيه في البطاريه الى طاقه كهربيه. تتحول الطاقه الكهربيه، هنا هو يبقى هنكتب هنا طاقه ايه؟ كهربيه، الى طاقه حركيه، هي اللي بتشغل العقارب بتاع ايه؟ بتاع الساعه، ماشي، بواسطه الاجزاء الموجوده في الساعه. نستخدم الطاقه الميكانيكيه في تحريك عقارب ايه؟ الساعه. يبقى الطاقه الميكانيكيه دي هي اللي بتحرك عقارب ايه؟ الساعه. طب الاصل بتاع الطاقه الميكانيكيه ديت منين؟ من البطاريه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الساعه. طيب البطاريه فيها ايه؟ فيها مواد كيميائيه. طب المواد الكيميائيه بتتحول لايه؟ بتتحول الى طاقه كهربائيه. اذا نستخدم الطاقه الميكانيكيه في تحريك عقارب ايه؟ عقارب الساعه. بيقول لك صمم مخطط تدفق الطاقه من امثله اخرى من محيطك مثل الثلاجه والمروحه والتلفزيون. احنا لو خدنا مثال الثلاجه مثلا، الطاقه الكهربائيه اللي في اللي هتستمدها الثلاجه، تمام، بتتحول الى الموتور. الموتور بيعمل طاقه حركيه، الطاقة الحركية دي بتؤدي إلى عمل غاز الفريون اللي هو موجود في التلاجة، فبيؤدي إلى انخفاض درجة حرارة التلاجة. المروحة نفس الكلام برضو، والتلفزيون نفس الكلام. بكده طبعا بننتهي من الشرح، الدرس الرابع، الصف الرابع الابتدائي، مادة العلوم. بتمنى عمل سبسكرايب او اشتراك على قناتكم، قناة مصر للتعليم الابتدائي. ان شاء الله هنحل الامتحانات اللي هي في امتحانات المحافظات كلها، وهنكمل باقي الشرح، وهنحل كل الاسئلة اللي موجودة في الكتاب. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.